قرار إنجاب الطفل هو قرار ليس بالأمر الهين، ومسؤوليته كيف ما عرفنا دائما وكيف ما كينصحوا المتخصصين والخبراء في مجالات عدة على أن المسؤولية مشتركة. فهل سنناقش على أننا سننجب نعم، ولكن سنتقاسم كل هذه الأشياء؟ واش هذا النقاش يدور؟ هل يدور؟ أنا هنعطيه مثال جد شخصي ولكن يقدر يجاوب على سؤالك فرحانة، لأنه أنا من قررت أنه يكون عندي طفل كانت 5 سنين وأنا مزوجة، كان وقت طويل على بوغ الثقافة ديالنا، كان وقت طويل جدا تقريبا 6 سنين، وأنا والزوج ديالي تكلمنا على كل شيء. هاد الشيء شرينا كتوبة، قرينا كتوبة، أنا بديت كندير دي فورماسيون باش نفهم كيفاش كنربيو الطفل، ما كان عندي حتى شي طفل حدايا ولا ما كنعرف حتى واحد، وبدينا كنفهمو أنا وياه. وهنا بدينا كيقول لي أوكي أنت بغيتي ترضعي، كيفاش ممكن أنا نعاونك فاش أنت تكوني كترضعي؟ مثلا كان كيجيب لي الحليب نشربو، الماء، أشياء من هاد الشيء بحال هكا. هو تقف راسو ومن تقف راسو أنا كان أسهل علينا فاش جا ولدنا، واخا انا درت اون ديبرسيون مي كان اسهل عليه ايضا يفهم شنو كنعيش. فاش كنقول ليه ما كنحش براسي مزيان، كي ضرني التدي ديالي كنبكي نهار كامل، كان كيفهم، ما كانش كيقول لي شنو كتخربقي انت جالسه في الدار ما عندك ما يدار. نو نو، واخا كان كيجي تعبان من الخدمه حتى لتسعود الليل، كان كيوصل كيغير نفسه الاب وكياخذ الوقت وكيقول لي اوكي دابا انت اهتمي براسك. وهذا كان حقيقة أنا ساعدني بزاف بزاف بزاف.